خلينا نوصل بقى مع حضراتكم ونتكلم عن الاهلي والفوز اللي كان بالامس 3-2، نتيجه الى حد ما مرضيه يعني، فربنا يديمها بس علينا سلسله الانتصارات دي. وامبارح برده ماتش كان رائع جدا، واعتقد برده غزل المحله لو هنتكلم بطريقه فار، الفريق اجتهد جدا طبعا بقياده المدرب المحترم كابتن محمد عوده، يعني الاخر لحظه والاخر لحظات هم بيحاربوا وبيلعبوا وبيتعادلوا كمان مع الاهلي 2-2، ده بنتكلم في الدقيقه 90، لكن برضو احنا ما بنسكتش، احنا الدقيقه 90 دي بتاعتنا، انتوا جيتوا عندنا في ملعبنا، قدرنا ان احنا نهاجم يعني للثانيه الاخيره في الوقت بدل الضايع زي ما حضراتكم تابعتوا، عشان تحصل هنا عرقله واحتساب فاول للاهلي ويسجلوا العظيم علي معلول من ضربه ثابته، والله ولا اروع فعلا يعني، عشان بعد ثواني بتنتهي احداث المباراه والاهلي يعني بيفضى في الصداره بالعلامه الكامله، وهي دي روح الفانيلا الحمراء وشخصيه الاهلي اللي احنا عارفينها، احنا ما بنفقدش الامل يعني، تقول لي بقى وقت بدل ضايع، تقول لي الدقيقه 90 جت، لا الماتش خلص، ما الماتش ما بيخلص، احنا معانا دايما فرصه لاخر ثواني، وده اللي بيثبته اللعيبه بتوعنا على الارض في كل مباراه بصراحه، فمبروك علينا يعني. ماتش امبارح كان يعتبر يعني واحد من اجمل لقاءات الدوري حتى هذه اللحظه حضرات، الماتش كان فعلا حلو وشفنا من خلاله كوره حلوه، وحتى نسب الاستحواذ يعني ما كانتش متفاوته قوي، يعني كانت تقريبا 50-50 لكل فريق. طبعا الهدفين الاولاني لقفشه وبيرسي تاو، الهدف الثاني حاجه عظمه على العظمه. المهم احنا لسه طبعا عندنا ماتش يوم الخميس الجاي ان شاء الله قدام سموحه في الدوري قبل ما ندخل في فتره التوقف الدولي، طبعا استعدادا لبطوله كاس العرب، وعايزين ندخل فتره التوقف دي واحنا محافظين على العلامه الكامله، وده ان شاء الله هيتحقق كالعاده بشخصيه لاعبتنا، شخصيه البطل، واكيد بمسانده الجماهير العظيمه وقياده حكيمه من الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله نكمل على نفس المنوال.